الله أكبر والله. الله أكبر. كم والحمد لله، الحمد لله والله. ولو اطول عليك، هذا واحد من اخواني جوي خطابين على بنته، خطيه كبيره، عندها 5 شهايد، يعني مو عينه. الله يقول والله انا ما انطي سني اكثر اولاد عمار، اللهم يعني صل. هذا شلون هذا؟ والله ما احبه، والله العظيم ما احبه. أستاذك يا أمي، كم عمرك يا أمي؟ انا مواليد 50. ما شاء الله، اللهم بارك، الله ينفع بيكم ويبارك فيكم يا رب الله يسلمك، ويطيل عمركم الله يسلمك، الله والحمد يحفظك. لله على هدايتكم على الحق. نسأل الله أن يحشرنا وإياكم مع النبي وآله وصحابته. الله يسلمك، الله يسلمك، الله يحفظك، الله يبارك فيك يا رب، يا رب يعليك أعلى وأعلى يا رب. والله الشيعاني ما راضي عليهم صراحة، ولو الكلام يطول عليك شيخنا، ما يعني ضالين ضالين في الذنوب. يعني هذاك اليوم سمعني علي هاي المقالة انت ويا الدرادي، وامجد من يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، عليك يا رسول الله محمد، يقول وحدة بالغار ابو بكر مو وياه. شلون ابو بكر مو وياه؟ الله يرضى عليه. مو الله اكبر. زين انا سامعة من الشيعة، ولو اطول عليك، ومن يعني اقرب الناس الي، يقولون بالغار كان ابو بكر رضي الله عنه ويا الرسول عليه الصلاه والسلام، عليك يا رسول الله محمد، كانوا بالغار، فمن الكفار كانوا يدورون على الرسول، طلع رجله، شوف طلع رجله وجت العقربه وقرصته. زين هاي انتوا الفتوها، شلون الفتوا بعد تقولون الرسول وحيده بالغار؟ صحيح سبحان الله. مو صحيح؟ لو هو عايز يطلع رجله علشان يبين للكفار ان النبي هنا صلى الله عليه وسلم، كان نادى بصوته، كان نادى بصوته وكان مو صحيح؟ صحيح. الله يثبتكم ايه يعني ويوفقكم. هوايه هوايه عندهم شغلات مو حلوه، العقل ما ياخذها، اللي يفتهم غير والله ما يشيلها العقل. الحمد يعني لله ما اعرف والله انتوا ان شنو الله سبحانه ضالين. وتعالى شرح صدركم كده في هذا العمر، ونسأل الله أن يثبتكم يا رب إلى أن تلقوا الله على هذا. الحمد لله، الحمد لله. والله يا شيخ ترى أنا شيعية، بس أنا بريئة من الضالين ذولا كلهم، الحمد بريئة لله. والله بريئة. أنت بذلك إن شاء الله مسلمة، مسلمة ولست شيعية بهذا يا أمي إن شاء الله. الحمد لله، الحمد لله. يعني الشيعة اللي يسبون السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كلش كافي زوجة الرسول، أقول لهم زوجة الرسول، يعني شلون انتوا وين دخلتوا؟ بقعر نار جهنم، وقليلة والله عليهم، والله قليلة عليهم قعر نار جهنم، بس الله يجيرنا من عندهم يا رب. يا رب الله يحفظكم يا أم، وسعيد بسماع صوتك والله جدا. الله يسلمك، الله يبارك فيك، شكرا شكرا شيخنا الجليل. الله يبارك فيك. آسف آسف على الإطالة. أبدا والله أبدا. السلام عليكم. يا عيني يا عيني، أتمنى أشوفك وجه لوجه والله. على راسي على راسي والله. الله يسعدك ويبارك الله يسلم راسك. آمين يا أنا أشكرك، والله يسلمك، والله يحفظكم يا رب، آمين. ويحفظ مصر وأهلها، آمين يا رب العالمين، ويشفينا شر هذا البلاء اللي وقع علينا يا رب، بحق النبي وآل النبي وأصحاب النبي. جزاكم الله خيرا، ولا حرمكم الله الأجر. الله يسلمك، الله يسلمك، هذا وياك علي عيني.